سيد جابريل، هذه المعلومة مهمة جدا، ممكن تتوسع لي بالمعلومة أنه كيف أو ما هي المعطيات على ضلوع إيران في محاولة اغتيال ترامب؟ إيران في موقف لا يحسد عليه، لأنه إيران لا تريد عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض. استطلاعات الرأي تشير بأنه قد يكون الرئيس القادم دونالد ترامب. هذا يعني بأن ترامب إذا وصل إلى البيت الأبيض فإنه سوف يضع عقوبات قاسية على إيران. لذلك تجد بأن إيران مترددة جدا في زيادة الصراع. إذا ازداد الصراع في المنطقة هنا خوف من أن الشعب الأمريكي سوف ينتخب ترامب لحل هذا النزاع، وهذا ما لا تريده إيران. إذن إيران متهمة بأنها هي وراء محاولة قتل دونالد ترامب. الـ FBI يجري تحقيقات في هذا الأمر، والـ FBI أقر بذلك بأنه إيران وراء إحدى المحاولات القتل اغتيال الرئيس ترامب. إذن الوضع حساس ودقيق جدا بالنسبة لإيران، لا تريد تغيير المواقف الأمريكان من الانتخابات القادمة. سيد جابريل، هذه المعلومة مهمة جدا، ممكن تتوسع لي بالمعلومة أنه كيف أو ما هي المعطيات على ضلوع إيران في محاولة اغتيال ترامب؟ يبدو بأنه علاقة ترامب بإيران ليست سليمة، ولم تكن سليمة عندما كان في البيت الأبيض. نذكر جيدا كيف أنه وضع عقوبات اقتصادية قاسية على إيران، مثلا منع تصدير النفط الإيراني، منع شركات النقل من حمل النفط الإيراني، منع شركات التأمين. وهذا واضح سيد جابريل، يعني هل هنالك متهمون إيرانيون قد تم إلقاء القبض عليهم الآن؟ يعني الآن يتم التحقيق مع مسؤولين عن هذه التهمة من قبل الأمريكان، أم هي معطيات يبحثون بها؟ والـ FBI صرح منذ أكثر من أسبوعين، من شيء 3 أسابيع، صرح بأنه إيران جماعات في الولايات المتحدة يعملون لصالح إيران متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس ترامب. هذا ما قالت الـ FBI. لا يوجد معلومات كافية حول هذا الموضوع، ولكن يبدو بأن التحقيقات جارية في مسألة اغتيال الرئيس ترامب.